اذا النقطه الثانيه راح اخذها راح اخذ هاي النقطه اللي هي ستارتنج. عند نقطه ستارتنج ما فيش عندي هون عندي اوميجا بتساوي 0، فالمعادله عند النقطه هاي بتكون في اي بتساوي اي اي في ار اي. وطبعا هاي النقطه ما بدي اضل عندها فتره طويله لان عمليا انا عامل شورت سيركت، ما فيش باك ام اف، الباك ام اف هون 0، فبصير عندي هون هلا ار اي بتساوي في اي ستارتنج اللي هي كونستانت على اي اي ستارتنج 240. اي انا ما عندي اياها مش هيك؟ عندي عندي انا تورك مش هيك؟ بقدر احسبها من هون. طيب التورك، التورك عندي عند النقطه هاي شو بيساوي؟ 95 بيساوي كي في اي اي، بقدر احسبها بهذا الشكل مش هيك؟ وهي كي 2، قديش كانت كي 2؟ واحد. فتقريبا اي اي ستارتنج بتساوي 95 امبير. اذا عوضنا هلا محل هاي 240 على 95 تعطيني رقم اقل من الرقم اللي احنا متوقعينه مش هيك؟ قديش بيطلع معي هذا الرقم؟ تقريبا 2 وشي مضبوط؟ 2.5. مضبوط، مش بعيده كثير، احنا الرقم اللي شفناه في الداتا شيت كان 2.58. اذا هي اعطاني كمان ار. ماشي، ما هو انا ما بدي اشغله على هاي الطريقه، هذا شيء سيء.